تشاهدون في هذا الأسبوع من برنامج جزائريو. يوميات أطفال قرية الحمام لا تقتصر على اللعب فقط، بل هي مثقلة بمتاعب كثيرة. أنا نروح نخدم الصباح وما يعمروا الماء، تمنيت أن ولدي يلعب مش يعمر الماء هكذاك. والفلاحة مع اللي ما عندناش الماء والطريق كما راك تشوف ما كانش، عندنا دراري صغار ديجا ما يقدروش يروحوا يقراوا، احنا ما نقدروش نديبلاصو. كل يوم نوض ونروح للعين ندي معايا خويا، نعم نزل بوادن نجيب الحمار، وبعد داكش نروح للعين نعمرهم ونولي خمس خطرات ونروح نولي. تواجه هذه المنطقة الرائدة في إنتاج الحليب مشكل رداءة الطرقات التي أصبحت تعيق عملية التسويق. الطريق كيما يخدم لك طريق كيما هكا، انا اللي كانت عندي 20 بقره ندير 40، عندي 40 ندير 80، نزيد في الانتاج. انا ماشي من كي تكون عندي الطريق يوصل عندها 5 دقائق يدي الحليب ويروح. على بالك رانا نغبنوا سيرتو في المشتى، والله ما يخرجونا بالتركتور وخطراتش ما نجوهمش. عمي عمرو وقد تقدم به العمر لا يستغني عن منجله وهو يقطع به الزرع، بينما الدعاء من المولى عز وجل بمنحهم القوة والصبر ومدهم بالرزق الحلال. يا رب هاي الأعمال عليك والطلبة الله فيك، هذه عادة جدود وعادة والدينا يخدموا بالمنجل، هذا المنجل اللي يخدموا به. محاوام سيدي صلى الله عليك يا حبايب الله وهو روسكما. Yeah.